تنديدا بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني، نظم تيار المستقبل وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد صلاة الجمعة أمام ضريح رئيس الشهيد رفيق الحريري. الاعتصام شارك فيه عدد من النواب وشخصيات بالإضافة إلى المواطنين والمصلين في مسجد محمد الأمين. من أمام ضريح الشهيد رفيق الحريري نتوجه بالتحية إلى شعبنا الفلسطيني في الداخل، في القدس والضفة وغزة، وفي الجليل والمثلث، وفي مخيمات الشتات، فليقولوا ما يقولون، ولكن نحن نقول: القدس عاصمة فلسطين الأبدية، القدس مدينة فلسطينية، القدس مدينة فلسطينية عربية إسلامية مسيحية. شاء من شاء وأبى من أبى، واللي مش عاجبه يشرب من بحر غزي كما قال ياسر عرفات. هنا بيروت تصرخ بأعلى صوت: القدس عربية وستبقى عربية. هنا تيار المستقبل يعلن رفضه وإدانته للقرار الأمريكي، ويعتبره اعتداء على كرامتنا العربية وعلى قضيتنا المركزية. القدس لنا كانت وستبقى. كلنا ثقة بأن أبطال فلسطين لن يركعوا لهذا القرار، ونحن معهم قلبا وقالبا. نستصرخ من بيروت ضمير العرب والعالم أن يتحرك من يتجبر لإجبار من يتجبر على العودة عن هذا القرار الجائر الذي يضرب عملية السلام. وفي الختام توجه النواب والمشاركون لقراءة الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد بعدما وضع علم فلسطين على ضريحه. علم فلسطين والقدس عربية. وأمام مدخل جامعة بيروت العربية في الطريق الجديدة اعتصم عشرات الطلاب وأحرقوا العلمين الأمريكي والإسرائيلي، فيما تلا أحد الطلاب سورة الإسراء التي تتحدث عن المسجد الأقصى المبارك. إن القدس ليست قضية يجوز لنا الاختلاف عليها أو التنازع فيها، إنما هي القضية الجامعة. ونقول لأهلنا في القدس بأننا معكم ونشد على أيديكم، وجمعة النصر قادمة لا محالة. من جهة أخرى وفي إطار التضامن مع المقدسيين، ازدان مركز تيار المستقبل في القنطاري بالعلمين اللبناني والفلسطيني.